Numéro 1. Sarah Daï. Ouais, 16. Numéro 1, partie A. Ok, le mouvement de l'ascenseur de Badakiene ou Rassoal. وتحليه كمان اذا ما عندك تمام. لا اكيد. اوكي تفضل. Préciser pour chacun des cas suivants s'il s'agit d'un mouvement de translation ou de rotation. Anna A, le mouvement de l'ascenseur d'un bâtiment. Hey, de translation. هاي ترانسلاسيون صحيح. بس اوكي لا. اللي له ليه؟ ليه؟ لأنه كل البوان تبع الأسانسور بتحرك كلهم بنفس نفس الديستانس بنفس الوقت. اوكي مش الحال؟ وي. يعني لو اخذنا دو بوان، وحده فوق وحده تحت بالاسانسور، لي بوان سي بوان ا اي بي باركور لا ميم ديستانس بوندون لا ميم ديري. مش ضروري تكون ركتيليني، هون مساء بانها ركتيليني، بس فيها تكون مثل التلفريك مثلا. كمان ترانسلاسيون، اوكي؟ بي تفضل. Le mouvement des pales d'un ventilateur fixé au plafond. هلا هيدا انا اعتبرتها روتاسيون بصراحه. ليه اعتبرتيها قصدي؟ هي شو؟ اعتبرتها روتاسيون لانه يعني في اكس عم يفتل حواليه، انا هيك عشان هيك فكرت فيها. ما هو شو هي المفهوم دو روتاسيون غير هيك؟ ايه ما هو عشان هيك انا بس انا ضعت لانه عم ضل ضيع فيها شوي لانه قصه انه عم باخذ بس ايه اللي. يا سارة اسمها شو اسمها مروحة يعني بتبرم مش هيك؟ هي اوكي لنقول هيدي الفراش تاعولا لنقول فراشين بس وعادة إلى ثلاثة أو أربعة مش هيك؟ وعم تبرم بهالاتجاه طيب هاي البوان بتقطع هاي المسافة هيك صح؟ ايه صح البوان اللي هون بتقطع هيك فإذا ما فينا نقول كل النقاط بيقطعوا نفس المسافة بنفس الوقت مش هيك؟ اوتور دو ميم سنتر يعني تو سي بوان سون كونسنتريك وين ما اخذتيها فاذا شو بنقول؟ روتاسيون ريم مالك وين ريم؟ ريم على أساس فتي معنا وين ريم مالك؟ هي بالحصة ايه؟ بلا هي بالحصة هلا فاتت هي هلا فاتت بس عم بسألها وينها؟ مين أنا نور؟ ريم مالك بيكون بعدها عم تعمل كونكتنج ماشي محمد بتفوت طيب ساندرا هلا بتفوت طيب ماشي فعنا دوبيو ما هو عم بتلبكونا انتو بقصة الدخول كل شوي بفوت حدا اوكي موجودة ريم ولا مش موجودة؟ بونجور استاذ أنا ساندرا ريم بدي ريم بونجور أهلا ساندرا بس قصدي طولت كرمال كانت مقطوعة عنا كرمال هيك طولت اوكي ماشي ريم مالك وينها؟ هلا طلعت اوكي بكسدوا بيرجعوا يعني ماشي طيب مش موجودة ريم استاذ بجاوب أنا؟ اكيد حتجاوب بس انطر شوي بس لحتى نشوف اللي عم بضلوا يفوتوا كل شوي استاذ يمكن محمد تقول محمد ماضي ايمو ماضي استاذ نعم بس دقيقه شوي حبيبي بس يلا ما بقاش استاذ انا ما بعت الديفور كرمال ما عرفت حله وما بدي نقله لانه مش حسيت شيء انا صريح يا استاذ يعني صريح بس يعني اقرن صراحتك بالعمل عرفت كيف؟ منيح الصراحة لا بس لا عن جد حبلش ادرس هلا طمنتني بس بعد بكير شوي ها
ما استاذ، ما كرمال فيش اساتذه بيجوا على بيوته هيك، ما عم لاقي حدا. خيي هي انا ببيتك هلا شو بك؟ ما سألني استاذ ما عم، يا اخي، هي بخدمتك، قل لي شو بدك، انا حاضر، تفضل. ما لا حارجع ادرس الدرس من اول ماشي، وكل راح هيك. انطرك، ماشي راح انطر اسئلتك اذا عندك اسئله بعدين. اكيد استاذ. طيب فرتيسي لنعمت، نعمت بحر. يعني استاذ ما عندك مشكله اذا رجعنا سالنا اسئله من اول درس؟ طبعا ما عندي مشكله، ومن الدرس الاول اذا بدك، واي اي شيء بدك اياه تكرم عينك، ما في مشكله. اي شيء مش مفهوم فيكم تسالوه. يلا نعمت. لك شو لك ايه تفضل استاذ. فرتيسي. اوكي دي le mouvement d'une case glissant le long d'un plan incliné. voilà. ايه صندوق عم بزحط على بلون انكليني بهالشكل، هيدا هيدا بلون انكليني وهيدا صندوق هون وعم بزحط لتحت. موفمون شو بتكون لإله؟ ترانسلاسيون او روتاسيون؟ ترانسلاسيون اكيد. اوكي. انه مش عم يبرم هو نازل، مش هيك؟ طيب. ايه لا اكيد. ايه كفى؟ ايه كفى، تفضل. طيب. مو ده ايوليان. ايوليان هي طاحونة الهواء يعني. هي الطاحونة اللي هذه مثل اللي بنعمل منها كهرباء، بتبرم لتعطي كهرباء، اكيد. ايه انه بتبرم روتاسيون يعني. روتاسيون. صحيح. Donc, le mouvement d'une cabine téléphérique entre jaune et red est translation. Ok. Le mouvement d'une cabine téléphérique. Ok. Ben jaune et harissa. Sahih. Mazbout. Il y a une rotation. Non. Laisse-moi confier axe. عم يضرب النقاط حواليه، بده يكون في عكس، عم يضرب النقاط حواليه. كل ايه انتبه، كثير كثير مهمه هيدي المساله، هيدي ترانسلاسيون. الترانسلاسيون اذا كان بيروح بس باتجاه واحد؟ لا، في يكون باتجاهين. والاوسيلاسيون ده مثلا نقول ريستور، وحطينا هيدا الريستور هون وثبتناه بطرف، والطرف الثاني شديناه شوي لهون وتركناه، بصير يعمل اوسيلاسيون، مش باتجاه واحد بس، ترانسلاسيون اسمها ترانسلاسيون موفمون. بس شو عندي سؤال؟ ايه تفضل. الروتاسيون ضروري يكون سيركل كامل؟ لا، يعني المرجوحه روتاسيون، البالانسوار بالانسوار رايح جاي، لورلوج دين مونتر كمان نفس الشيء. استاذ يا استاذ، نعم ريم مالك الما ظهرت انت وعم تحكي معه، هو كانت عم بتفوت بعدها كونكتنج، كانت ريم مالك قال عند ماشي فاتت ريم مالك، مش هيك؟ وين ريم مالك؟ ما بعرف. طيب ما شو ما كيف بدنا نعرف نحن وياك؟ مش هيك؟ مش بعد هي هيك بعت على الجروب انه بعد الاستاذ كان عم اوكي بعد عم بتفوت ولا فاتت؟ خليني اشوف. منا معنا. ايه طيب اذا منا معنا يعني مش معنا، صح ريم مالك؟ ماشي الحال. مين كان عم يحكي هلا من شوي؟ عم يسأل قصدك ولا عم بيجاوب؟ مين عم يسأل؟ لا عن طالع. بس اي فاج؟ 53 ديس. هلا احنا رح نبلش بالنيميرو ديس. محمد دبو، محمد حسين، محمد حسين استاذ نحن هون عندنا بدرامس في مشكله بالاشتراك، عم بضل ينقطع ويجي، فبعتقد عشان هيك هو معسفات. استاذ في انا جاوب؟ يعني محمد حسين البوق عنده مشكله مع الانترنت، مش هيك؟ وانا كمان، بس انا فاتح 3G، بس هو ما بعرف شو السبب، بس الاشتراك عم بضل ينقطع ويجي. ماشي. لا بدنا نحاول الكل يشاركوا، اوكي؟ بس عشان هيك. نور،
نور وين نور؟ نعم استاذ. ايه تفضلي نور. نيميرو ديس. ايه نيميرو ديس. اهلا وسهلا فيكي هون. تفضل. ايه نيميرو ديس. ديس فانتات A, B et C déterminer si le système mobile autour d'un axe fixe est au repos ou en mouvement de rotation. Dans le cas de la rotation, préciser si elle se fait dans le sens de la rotation des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire. OK. Faisan, بكل رسم من هالرسمات الثلاثة اللي شايفيتون A, B, C بدك تقولي لنا C le disque tourne ou si l'objet tourne ou non, et s'il tourne, dans quel sens. نخد أول واحدة figure A لإلك أنت هاي. تفضل. rotation, كلهم هول عم يعملوا إذا بصح لهم حيعملوا rotation. مش حيقدروا يعملوا شيء تاني لأنه عندهم عكس فيكس يعني عندهم هاي الأو فيكس هاي فيكس وهاي كمان الحمراء اللي هون فيكس. فمش ممكن يعملوا ترانسلاسيون حيعملوا روتاسيون اذا صح لهم هلا بتقولي روتاسيون يعني صحيح لهم يعملوا روتاسيون يعني ما في عندي حاله اكيليب وي اوكي جوستيفي لا ريبونس هو عم يبرمو car il tourne autour d'un axe de rotation et il tourne avec un sens aigu d'amont اول شيء بالنسبه للماس اللي هون اوكي هيدي كري اون فورس عم تعمل فورس فير لو با عم ساعدك انا اوكي عم تعمل فورس فير لو با هيك خليني اسميها اف ا اوكي وهي اللي هون عم تعمل فورس كمان خليني اسميها اف 2 مزبوط طيب قولي لي الاف ا شو بتساوي الاف ا هي دبو الماس موجود هي الماس ام اف جي هي لو الما الاف ان هاي 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 الاف ان اللي هون مش نرجع عن الماس اللي موجود هون لو يعني لو هي الاف ان قال بي قال لي بوا دو لا ماس اكروشي هي ذات التنسيون للخيط اللي موجود هون هاي الاف ان طيب كمان نفس الشيء الاف 2 قد ايه بتساوي قولي لي بتساوي 2 هي 2 ام الماس يعني اذا الماس لهي ام هاي الماس لها 2 ام قد عمرتين يعني 2 ام شو الفورس بتكون؟ شو؟ الماس لها فوجي قد ايه الماس لها 2 ام فوجي ام بعدك ما فهمت علي قصدك كفيها حلا يعني ايه بت... شو لكان شو طول شوي اول شيء فهمت شو هي الفورس اف يلي عم بتشد الخيط بهالاتجاه اوكي عم بتشد الخيط بهالاتجاه ايه هيدي الفورس يلي عم بتشد الخيط لتحت هي البوتع هيدي الخضراء يلي هون صحيح طيب يعني عشان هيك قلت انا ام جي تاني وحده المسله لها قد عمرتين مثل ما انك شايفه 2 ام المسله لها قد ايه بيكون البوان اللي لها هاي المسله لها فوجي المسله لها 2 ام فوجي يعني قد على قد الاف على مرتين ايه يعني اذا هاي ديس جرام هاي بتكون 20 جرام عرفتي كيف؟ قد عمرتين هاي بدو اوكي اذا ام جي وحده ام جي وحده شو؟ 2 ام جي طيب بدي منك هلا تقولي لي ايه اذا عندي البولي هون البكره الموجوده هون عندها ماس او ما عندها ماس؟ اذا عندها ماس يعني عندها بوا البكره بعد في عندي فورس عم بتاثر هون صح؟ ايه صح هيدي البوا لمين؟ بوا دو لا بولي البكرة شيك طيب ما في رياكسيون عم تحملون الأكس مش كمان عم يعمل فورس لفوق 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 كبير كتير هيك شوي نسبيا هي الرياكسيون دو الأكس بلا
quelles sont les forces agissant sur le système dans ce cas, tout ce système? La force F1 représente le poids, F2 le poids de la poulie, la réaction de l'axe. La réaction de l'axe c'est où quelle est la force qui est là? Là, nous on équilibre, axe fixe, ok? هلا بدي منك تجيبي لي المومون لكل وحده من هالفورس الموجودين اللي انا عينت لك اياهم على الرسمه. انا سهلت عليك شوي الموضوع، بدك بس تعملي لي المومون لكل وحده من هالفورس، ونبلش بالمومون للاف 1. مومون دو اف 1 بار رابور الاكس دلتا باسون بار او، قد ايه المومون للاف 1 بتساوي؟ نعمل أم مفاجأة ولا لا؟ عم تسأليني ولا عم بتجاوبي؟ عم بسألك وعم لا بدك تجاوبي. المومون شو هي عادة؟ شو بتساوي المومون؟ فينا نجاوب بس ولا فينا نجاوب؟ لا لا بس هي بس هي ما تطول كثير علينا مومو. اذا كنت درسي درس هذيك اليوم كان لازم تجاوبي دغري فورميل هيدا بس ثانيه بالرقم الوزن عم تحكي. لا يعطيك العافيه. خلص اف فور اس ايه اوكي طيب ميرسي لك شكرا شكرا. نعمت معي مش هيك كانت؟ ايه ما نعمت هي رد. طيب نور 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 هيك لكان نعمت نعمت بحر وين نعمت؟ بس نعمت قبل شوي جاوبتك على دوب ايه نعمت من شوي بعد معلش بعرف حاطط اشارتين ايه استاذ كنت شوي بعيد على التليفون ليه بدك تبعدي؟ هينا هون نحن لا لا سيما بس كنت عم جيب شغله ايه هون بدنا نسمع ونشوف لانه هيدي الرسمه اهم من انك تسمعي. المومون للفورس اف ان شو بتساوي؟ اكيد بدك تتساعدي بالرسمه. تفضل مومون اف ان تفضل طيب بس يعني عم شوف الرسمة عشان شوي مغبشة لأنك بعيدة شوي كنت غبشت معك لا 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 يلا ماشي. المومون للفورس شو بتساوي بشكل عام؟ شو بكون يا جماعة؟ هي اف و دي؟ هي اللي اف و دي ماشي اوكي هون طيب. ناخد الان هاي المومون للفورس اف ان فاذا بياخد اف دو صح ولا لا؟ اوكي اوكي لا كيف بدك تاخذي اف دو وهي المومو للاف ان؟ ما هو لا تحكي الاول اف ان فكرت عم تقول لا رزها بدك تكوني واثقه من جوابي اف ان فوا قد ايه المسافه؟ ديستانس بين هيدي البوا الفورس اللي هون وبين الاكس اللي هو هون قد ايه المسافه؟ استاذ عنا ما متحرك اذا متحركه ايه اذا ما ماشي 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 طيب من هون لهون هالمسافه بين بين الاكس او هيدا اللي هون بالاو وبين الاندكسون للفورس اف قد ايه الديستانس؟ دي يا استاذ مش لازم تكون ما بستعمل الدوكيومون اللي بالاخر كرمال اقدر اعمل ما في استعمل في استعمل الدوكيومون اللي بالاخر ولا بدي ضلني على هيدا؟ على هول شو بدي فيهم وبعد ما بلشت فيهم بعد نبي هول اوكي كنت باغ بونديكولار على الاندكسيون ايه 100% تطلع دو ار دو ار ليه؟ عشان طول السر بقولين دو ار حدا قال لك حدا وشوشك اياها؟ لا استاذ ما انا حليتها هيك بالدفوار ايه طيب ليك الديستانس وينها؟ بكون حدا وشوشك اياها بالدفوار كمان حرام عليك يا استاذ او اش لنقول هي او اش هيك من مد بيربوندكولار من الاكس دو روتاسيون للين داكسيون للفورس هيدي بنسميها دو ار اوكي ليه هو قايل لي طول الريون الكبير دو ار
صح؟ طيب هلا بنحط شو المومو شو بتساوي؟ ايجال اف اف و دو ريون دو ار اوكي؟ حط ام جي ونحط الام جي بقيمتها الاف ا بقيمتها دونك دو ام جي ار هاي المومو لاول وحده صح؟ ننتقل للمومو لتاني وحده طيب نعملها استاذ ميرسي نعمل لؤي ايه انا كنت عم بحكي اوكي لؤي تفضل المومو تاعت الاف 2 على على شو اسمه الاكس دلتا هو اف 2 فوا او بي مثلا اخذنا نحن فالرابور ا دلتا ايجال اف 2 فوا شو مثلا او بي نحن اخذنا هل او بي بدي اياك تقول لي وينها نحن عم ناخذ من هون هذا الريداكسيون من الاو لوين لهون ولا لقدام لهون لا لا احسن خلص مش الحال فهمت عليك فاذا مد بيربوندكلير من هون على الريداكسيون شو بيطلع عندي بيتي ار صح اوكي كثير منيح طيب فاذا في يحط انا هون فوا شو فوا ار بس ايجال الاف 2 شو هي الاف 2 2 ام جي فوا ار دونك 2 ام جي اوكي بعد ما خلصنا بعد في عندي المومو لمين مومو دو دو بوان دو لا بولي والمومو لا رياكسيون دو لاكس هول اثنيناتهم ايجال زيرو بوركوا يا ادم ابو خليل ما في يحكي ما في يحكي اوكي طيب تعال بسام ماك اسس المومو للبي والار ايجال زيرو بوركوا هيدا البوا وهيدا الرياكسيون ليه المومو لكل وحده منهم زيرو لانه جاي على ما بعرف كيف بقوله بس حكيناه هذيك المره جاي على الاكس ما بدك ايه خلص جاي على الاكس جاي على اوكي دونك سالي لا لين داكسيون لور لين داكسيون اون كونتر لاكس فاذا لا لين داكسيون كوبلاكس كوبلاكس استاذ انا هاي كمان هديك مره ما فهمتها وقتها بس كما بدي اسالك بس خلص الوقت ايه شو هيدا الكوبلاكس ما فهمتها انه انه اذا عندك انت بدك تبرم اذا بدك تبرم الباب لحتى تسكره كيف بتبرمه اورتوغونال على الاكس تاع الرزات تاعته اللي هن الجون هلا اذا بتقدر اذا بتشده لبرا يعني بشكل انه اللين داكسيون للفورس اللي عم تعملها عم تتقاطع مع الاكس للباب بيفتح او بيسكر شيء هيدا الباب هيدا الباب وهيدا الاكس تاع الباب يعني الباب بيبرم هيك اوكي بيفتح هيك ماشي انت بدك تفتح الباب بتفتحه بتعمل فورس بهالاتجاه لعندك او لعندي صح طب اذا جربت تعمل فورس بهالاتجاه بيفتح الباب شيء لا ليه لانه رونكونتر لاكس هي وبعدين اذا رونكونتر لاكس قد ايه المسافه بين الفورس اللي هي لين داكسون للفورس والاكس قد ايه بتكون ديستانس زيرو زيرو فاذا المومو اف ودي ايجال زيرو حتكون زيرو لو سمحت فرجع لها على الرسمه كيف بتكون ايها فوق قصدك ايه لو سمحت ايه هيدا البوا رونكونتر لاكس او شو الاكس او هو عباره عن تخيل انه مسمار بهالاتجاه بيربوندكولار على البلون للشاشه الموجود عرفت كيف عم تبرم البولي حواليه هذا هو الاكس وهيدا وهيدي الفورس هالدو فورس رون كونتر لاكس بتقاطعوا مع الاكس يعني قد ما تشد لهون او لفوق ما حتبرم البولي هون الماس اثنيناتهم هن اللي بيبرموا البولي ماشي الحال طيب لاحظوا معي هون هون ما عندهم مومو يعني ما بيقدروا يبرموا البولي طيب والسؤال نرجع على لؤي المومو لاول فورس هي دو ام جي ار وللثاني هي دو ام جي ار نفس المومو صح صح طيب هن بس مختلفين بس المسافات اختلفت مسافه الاكبر جاي اصغر ومسافه الاصغر جاي اكبر ف
فأثروا بالمسافة صار عندهم نفس المومون. طيب لا فورس اف 1 توند ا تورني لا بولي دون كيل سانس، بأي اتجاه عم تبرم البولي اول وحده؟ مش اوروبا لانه اثنيناتهم نفس الشيء. ايه عم بحكي عن اول وحده عم تسعى لتبرمها هيك، ثاني وحده عم تسعى لتبرمها كيف؟ ركز منيح ليك الخيط وين مربوط شايف؟ لا هونيك لتاني بالعكس. جهه يعني بعكسها هيك لاحظتوا؟ طيب والمومواد بعضهم، فشو يعني بدنا نقول هون؟ لا بولي نو تورن با دون سو كا. اذا قلنا ريست اوريبو نو تورن با، طيب اذا قلنا هو بده سونس دو زيغوي دو مونت او سونس كونترير دون لي سونس دو روتاسيون دو زيغوي دو مونت، يعني سونس دو زيغوي دو مونت هي هاي سونس بوزيتيف اعتبروا شيك، فاذا هذيك سونس لها نيجاتيف. الكبيره يلي هي تحت هون رح نعتبر عندها مومو ايغال موا اف فوا ار لانها توند ا تورني دون لي سونس اوبوزي، بينما هذيك بلس. هلا انا بعمل سوم دو مومون دو فورس اكستيريور، جمعهم كلهم سوا سوم دو مومون دو فورس اكستيريور ايغال 2 ام جي ار موان 2 ام جي ار بلس 0 بلس 0 ايغال 0. دونك لا بولي نو تورن با، لا بولي نو تورن با. فإذا لا عم تبرم لا دون ليسونس دو موفمون ولا دون ليسونس كونترير او موفمون، عم بتضلها مثل ما هي. اوكي بس استاذ سؤال. ايه تفضل. قبل المومون للفورس دو حطيناها موقف دو التور التوند اتورني لا لا بولي دون ليسونس كونترير او سونس بوزيتيف شوازي. اوكي ليسونس بوزيتيف شوازي اي دون ليسونس دو زيغوي دون مونتر، نحن اخترنا هيك. هلا انت بدك تختاره بالعكس بتقدر، يعني بتقدر تقول لي هيدي عندها سنس بوزيتيف وهيدي اللي عندها نيجاتيف، نفس المحصله هي ذاتها، حيكون السوم دو مومو ايجال زيرو صحيح؟ ليش طلع 2 ام جي ار؟ ليش طلع؟ ليش طلع 2 ام جي ار؟ 2 منين اجت؟ 2 من هون من الفورس، الفورس اف 2 هي 2 ام جي لان المس هي 2 ام مش ام. اوكي ميرسي. مش الحال بينما صغيرة عندها ماس بيتي ام بس عم تدفش على ريون دو ار، هي عم تدفش على ريون ار، عشان هيك ثاقبت عنده نفس المومو. اوكي بس كل وحده عم تسعى لتبرم باتجاه معاكس. مش الحال؟ استاذ ميرسي. اوكي اهلا وسهلا. بعد في عندي الصورتين هول اللي هون ريم مصطفى. نعم استاذ. ريم فيجر 2، وصلنا على فيجر 2 على السريع هون بدنا نجاوب، مش حطول كثير. اول شيء بدنا نجيب المومون نجيب المومون الاف 1 والاف 2. اوكي عندك الاف 1 والاف 2 حسب الفيجر هون اف 2 بتقدر تجعلها بس الاف 2 المومون بتاعتها تجعلها زيرو الكوبلاكس ليكي هذا الاكس او ريم هذا الأكس. اوكي هاي الفورس هون وهاي الفورس هون مثل هون نفس الشيء بس هون على بولي وحده، يعني لا ديستانس دو او على فورس اف 2 هي جران ار، لا ديستانس اونتر اف 1 الى فورس هي كمان ار دو ار جران ار نفس الار، المسافه هي ذاتها. المومون لاول وحده شو هي؟ المومون للاف 2 للاف 2 مش تقال زيرو لانه اكس ولا شو رأيك؟ لأنه شو؟ مش استاذ قالتها بس قطش الخط عندها يمكن. ايه قالت لأنه المومو مش زيرو، ليه ما رونكونتر بالعكس ومانا باراليل على العكس هي. اوكي مثل هاي مثل هاي. اوكي الفورس هي ام ام فوا جي هي يعني لا هون مش ام فوا جي هي اف 2 فوا ار، ما بعرف قد ايه الاف 2 مش مهم. اوكي والمومون والمومون لهاي هي مومون للاف 1 اف 1 فوا ار بارابور
دلتا الاكس دلتا طبعا ال او يعني طبعا طرابور ا او هي اف اف وار صح. يعني هون احنا بنعتمد على انه حسب الديستانس للاف تبعتي اكبر من مش لانه ديستانس انتبهي لانه الفيكتور راسم الفيكتور اكبر هو انه هاي الفاصله هي اكبر صحيح. يعني عندك انت الاف اف 2 بلو جرون كو اف ا صح. طيب مين عنده مومو اكبر؟ الاف 2. طيب عم تبرم ولا مش عم تبرم هاي؟ يعني عم تبرم هلا اول بيكون ادونسون. السبب السبب اللي عم تبرم فيه ليش عم تبرم؟ عشان شو؟ لانه المومو اكبر. المومو اللي هي اكبر منها. طيب انا بدي اعتبر لك انه الاف 2 والاف ا بيساوي بعضهم، بتبرم ولا ما بتبرم؟